يلا مضطرين بقى مفيده تمويه مش اكتر يعني. انا اروح اضرب معاه واعمل نفسي كاني تعبت وغلبان عليا، فهو هيندى على سامح جبني على هنا، وطبعا سامح اول ما يخش هيرميني قدام الباب زي المره اللي فاتت بالظبط كده، وساعتها اقوم عشان نولعها وارجع تاني في مكاني. اللي هيخش يرميني كده هيبقى فاقد الامل.